صباح الخير عليكم، معكم محمد امين خدري، صيدلاني ومختص في علوم البيولوجيا. اليوم جينا نحكيو على لي كومبليمون اليمونتير ولا المكملات الغذائيه اللي رانا نشوفوهم يستعملوهم بكثره هذه الايام الاخيره. المكمل الغذائي من الاسم تاعو هو راح يكمل الغذاء نتاعنا ولا النقص في الغذاء نتاعنا، ما راحش يعوض الاغذيه كيما الخضر الفواكه الفيتامين اي لي مينيرو، نقدروا نستعملوه زياده مع الغذاء نتاعنا. من بين المكملات الغذائيه اللي يستعملوهم بكثره هما لا فيتامين سي، مانيزيوم وال ميلاتونين. كي نخدموا بزاف مع لا روتين كوتيديان نعياو ونحسوا بلو ستريس ونحسوا بالمشاكل تاع الكولون، دونك نروحوا ديريكتومون نستعملوا المانيزيوم، لانه المانيزيوم راح يعمل على لو غولاشمون ميسكولير، وعلى هذيك راح يحفز هرمون الميلاتونين ويعاوننا باش نرقدوا وثاني بوغ دي ستريسي. اما بالنسبه لا ميلاتونين كي نجوزوا لا جورني تاعنا بلو ستريس مع الخدمه القرايه ايتترا، راح يكون عندنا مشكل تاع النوم، ومن بعدها نديروا دي نوي بلونش كي نوضوا صباح نوضوا عيانين، على هذيك لازم نشربوا لا فيتامين سي. لا فيتامين سي راح تمد الجسم تاعنا الطاقه باش نجوزو لا جورني تاعنا بيان بالانرجي. كاين الناس اللي تشري لي كومبليمون اليمونتير وما على بالهمش بلي ما لازمش تكون اون انتيراكسيون ميديكامونتوز، باغ اكزومبل كاين دي ميديكامون اللي ما لازمش نستعملوهم مع بعض، كاين ثاني دي كومبليمون اليمونتير اللي ما لازمش نستعملوهم مع بعض، ولا دي كومبليمون اليمونتير ما لازمش نستعملوهم مع الادويه. كيما نعطيو مثال على الناس اللي عندهم امراض مزمنه كيما لي زيبرتوندو، دونك ما لازمش نستعملو الكالسيوم مع الدواء تاع القلب، وثاني ما لازمش نستعملوا الكالسيوم مع لي زونتيبيوتيك ولا بما يعرف بالمضادات الحيويه بالاخص مع الكينولون اي لي سيكلين. اما بالنسبه فيتامين او لوميغا 3، لوميغا 3 سي ان فلويديفيون، يعني ما لازمش نستعملوه مع لي زونتيكواغولون وما لازمش نستعملوه ثاني مع لاسبيرين. قبل ما نشريو الكومبليمون اليمونتير يلزم نعرفو دابور لا كاليتي نتاعو، لازم نشوفو لا كومبوزيسيون نتاعو لي زانغريديون، ولازم ثاني نشوفو لو غراماج نتاعو. نتبعو لا كور جينيرالمون هي ما بين 15 يوم حتى 30 يوم. في الاخير نروح نشوفو البلد اللي صنع هذا المكمل الغذائي. قبل ما نستعملوه دونك لازم نروحو نشوفو الطبيب راح يمد لنا تحاليل طبيه، ومن بعد نشوفو اسكو عندنا ان كارونس ونستعملو المكمل الغذائي بان دوز تختلف من شخص لاخر. كاين ثاني مكملات غذائيه اللي خاصه بالرجال ما يمدوهاش للنساء، باغ اكزومبل الناس اللي عندهم بروبليم تاع لانفيرتيليتي دونك يروحو يشوفو مع طبيب مختص راح يمد لهم مكمل غذائي خاص. نفس الشيء بالنسبه للنساء، نعطيو اكزومبل على النساء الحوامل اللي يمدو لهم مكملات غذائيه ما يقدروش يستعملوهم بيان سور الرجال. وكاين مكملات غذائيه اللي تكون اون سيرو يعني بالنسبه للاطفال كيما لا ميلاتونين اللي عندهم بروبليم دو كوليك ايتترا. دونك بالنسبه لي زيفي سيكوندير، على بالنا باللي المكمل الغذائي كيما عنده فوائد عنده ثاني اثار جانبيه. ليكسيت على فيتامين سي يقدر يسبب لنا مشاكل في الكلى، ان ابور اون فير يعني زايد راح ثاني يسبب لنا مشاكل في الوظيفه تاع الكبد. اما بالنسبه ثاني لا فيتامين دي يعني ما نعتبروهاش كمكمل غذائي، بصح كاين الناس اللي تعتقد هي مكمل غذائي تسبب مشاكل في الشرايين ريسامون اللي ولاو يشريو بزاف لاسبيرولين. على بالنا بلي لاسبيرولين عندها دي بيانفي، بصح سي دي كونسيي بور لي بيرسون اللي عندهم اون انسيفيزونس رينال. لا ديفيرونس انتر ان كومبليمون اليمونتير ناتورال ديجا هو طبيعي يعني مستخلص من النباتات، مستخلص من الخضر الفواكه ولا الحيوانات، ياثرش على الجسم نتاعنا. اما بالنسبه للكومبليمون اليمونتير سينتيتيك من الاسم تاعو مصطنع، دونك فيه مواد كيميائيه، الاستعمال نتاعو يلزم يكون باستشاره طبيه، جينيرالمون راحين يخدموهم في لي لابوغاتوار فارماسيوتيك وراح يكونوا فيهم دي برودوي شيميك. جيسبر كو تكونوا استفدتوا ببعض المعلومات اللي مديتها لكم اليوم. نقول لكم قبل ما تستعملوا ولا تروحوا تشريوا كو سوا الدواء ولا كومبليمون اليمونتير استشيروا الطبيب تاعكم، ما تروحوش تشوفوا باغ اكزومبل انا مي يستعمل ان سيغتان كومبليمون ولا ان سيغتان ميديكامون، لانه كل واحد الميتابوليزم تاعو وتهلاو في صحتكم.